النهاردة جايب لك تحديث جديد لمحاكي فيفون جاجا داعم جميع الهواتف الاندرويد من اندرويد 10 الى اندرويد 14، يحتوي على روم اندرويد 10 واندرويد 7 داعم لروت المستخدم الخارق، وبيقبل تركيب روت ماجسك وخدمات جوجل بلاي. تقدر اللي انت تستخدم عليه اي تطبيق يحتاج لصلاحية الروت، بس طالب منك طلب صغير يا صديقي قبل ما نبدأ الشرح، تنزل في الكومنتات صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك واشتراك في القناة لو انت ما انتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. هسيب لك رابط الادوات المستخدم في الشرح في اول تعليق مثبت لا اما في صندوق الوصف. عاوزك تركز معايا يا صديقي في الشرح ده، علشان لو انت من اصحاب اندرويد 12 لغايه اندرويد 14 لازم تعمل حاجه اسمها تصحيح اخطاء اللاسلكي، علشان التطبيق يشتغل معاك بدون خروج تلقائي او تجمد. ولو انت اقل من كده تخطى المرحله ديت وابدا كمل بقيه الشرح معايا. اول حاجه كده يا صديقي هنعملها نروح على مدير الملفات الخاص بالجهاز بتاعنا، وبعد كده هتروح على المكان اللي هتكون حملت فيه النسخه. هتلاقي عندك هنا ملف مضغوط، هتبدا اللي انت تضغط عليه ضغطه، وبعد كده هتضغط على كلمه استخراج، هنا هيبدا اللي هو يفك لك الضغط عن الملف بدون ما تواجه اي مشكله. بعد كده يا صديقي هنبدا اللي احنا نثبت التطبيق. التطبيق هيتثبت معاك على جميع الهواتف الاندرويد، وامن جدا على جميع الهواتف. بعد كده يا صديقي هتضغط هنا على كلمه تم، وبعد كده هنبدا اللي احنا نطلع من هنا، هتلاقيه يتثبت معاك بنفس الايقونه ديت يا صديقي. هنبدا نروح نفتح التطبيق، هيفتح معاك بنفس الواجهه ديت، هتضغط على الاختيار الاولاني. وعايزك بقى تركز معايا هنا علشان الكلام باللغه الصينيه، وما تتلخبطش في عمليه تصحيح اخطاء اللاسلكي لهواتف اندرويد 12 لغايه اندرويد 14، يعني النسخه ديت شغاله معاك لغايه اندرويد 14. بعد كده يا صديقي هيفتح معاك بنفس الواجهه دي، وهنا يا صديقي لازم تكون شابك على شبكه واي فاي. ما عندكش واي فاي خلي اي تليفون يشيل لك انترنت، وده يعتبر برضك واي فاي، هو ما بيستخدمش بيانات ولا بيستخدم انترنت، هو لازم بس يكون متصل بشبكه واي فاي. بعد كده يا صديقي هتبدا ان انت تضغط على الاختيار اللي في الوسط ده، هيفتح معاك بنفس الواجهه ديت او هيغير لك الكلمات دي. اول حاجه هتبدا ان انت تضغط على الاختيار ده، وعايزك بقى تركز معايا، هيبدا اللي هو يوديك على حول الجهاز. هتبدا ان انت تروح هنا على الاصدار، وبعد كده هتضغط 5-6 ضغطات على رقم الاصدار لغايه لما يطلب منك باسورد، او يجيب لك رساله كده في الاسفل يقول لك انت الان مطور برامج. طيب الباسورد ده بتاع ايه؟ بتاع قفل الشاشه. هبدا ان انا ادخل الباسورد الخاص بالتليفون بتاعي. بعد كده يا صديقي هيقول لك انت الان في وضع التطور. هتبدا ان انت تطلع من هنا خالص لغايه لما توصل لواجهه التطبيق. بعد كده يا صديقي هتروح على الاختيار الثاني، هتضغط عليه، هيبدا اللي هو يحولك على خيارات المطور اللي انت لسه مفعلها دلوقتي. بعد كده يا صديقي هتبدا ان انت تطلع لفوق شويه، وهتروح هنا تفعل تصحيح اخطاء اليو اس بي. وبعد كده يا صديقي هيظهر لك الرساله دي، هتضغط حسنا. وهنا يا صديقي هتروح على تصحيح اخطاء اللاسلكي، هتبدا يا صديقي اللي انت تفعلها بنفس الشكل ده، وبعد كده هتضغط على كلمه السماح. هنبدا ان احنا نرجع خطوة للخلف، وبعد كده هتروح على الاختيار اللي بعد كده، هتلاقيه هنا يا صديقي وداك بردك على نفس المكان اللي هو خيارات المطور. عايزك بقى تركز معايا علشان الاختيار ده ممكن تلاقيه الاسم بتاعه مختلف من جهاز للتاني، يعني الجهاز اللي انا بشرح عليه ده مكتوب هنا السماح بإظهار فوق المحتوى على الشاشة في الإعدادات زي ما انت شايف كده. انا هبدأ ان انا افعل الاختيار ده، وبعد كده يا صديقي هبدأ ان انا اروح على الاختيار اللي بعد كده، هيبدأ اللي هو يجيب لك الرسالة ديت، هتبدأ ان انت تضغط على الكلمة اللي متظلل عليها، هيطلب منك هنا العرض فوق التطبيقات الاخرى. بعد كده يا صديقي هتبدا ان انت تبحث هنا على الايقونه الخاصه بالتطبيق او المحاكي، هتضغط عليه ضغطه، وبعد كده هتضغط هنا على كلمه دايما، وبعد كده يا صديقي هتبدا ان انت ترجع خطوه للخلف، وهنا يا صديقي هتبدا ان انت تضغط على الاختيار ده مره ثانيه، هيبدا يا صديقي اللي هو يجيب لك دلوقتي تطبيق فيفون جاجا على الشاشه بنفس الشكل ده، علشان تقدر ان انت تستخدم وتدخل الست ارقام اللي هتفعل بهم تصحيح اخطاء اللاسلكي. هنا يا صديقي زي ما انتم شايفين دي خيارات المطور، هبدا ان انا انزل لتحت شويه كده لغايه لما اوصل لتصحيح اخطاء اللاسلكي. هبدا ان انا اضغط عليها بنفس الشكل ده، وبعد كده هشد الشاشه للاسفل زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، علشان هنا اقدر ان انا اضغط على كلمه اقتران الجهاز باستخدام رمز الاقتران. بعد كده هيبدا اللي هو يولد لك هنا ست ارقام. الست ارقام دول يا صديقي لازما اللي انت تنقلهم في المكان ده، وبعد كده يا صديقي هتبدا ان انت تشد الشاشه زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه يكون عندنا المكان ده ظاهر. هبدا ان انا ادخل فيه كود اللي هو 2153 9 زي ما انت شايف كده، لازم أن تكون واخد بالك من النقطه ديت وتتاكد ان الرقم مكتوب بشكل صحيح. بعد كده هتبدا ان انت تضغط على الاختيار ده، هيبدا يا صديقي يفتح لك التطبيق بنفس الشكل ده، وهيجيب لك الرساله دي زي ما انتم شايفين. هبدا ان انا اضغط عليها، وبعد كده هضغط على الاختيار ده، هيبدا اللي هو يفتح لك التطبيق بدون ما تواجه اي مشكله. طيب احنا عملنا كل ده ليه؟ كل ده يا صديقي احنا عملناه علشان لو انت تجاهلت الرساله ديت ووصلت للمرحله ديت هيفتح معاك عادي وهيشتغل، بس مجرد ما هتيجي تفتح الروم وتشتغل
عليه هيبدا يحصل معاك تجمد وخروج تلقائي في اللعبه او التطبيق اللي انت بتستخدمه. يعني دي حاجه اجباري لازم اللي انت تعملها طالما انت من اصحاب هواتف اندرويد 12 لغايه اندرويد 14. وعايزك برضو تتاكد من حاجه علشان تشوف الكلام ده صح ولا غلط. بيقول لك هنا تم اقتران ميزه تصحيح اخطاء اللاسلكي بنجاح، يعني انت كده فعلت تصحيح اخطاء اللاسلكي واشتغل معاك بدون ما تواجه عندك اي مشكله. بعد كده يا صديقي هتلاقي عندك هنا رومين اندرويد 10، الروم ده والروم ده. الروم ده متخصص للالعاب، بس انا اقول لك على حاجه، استخدم الروم التاني ده اللي هو مفتوح المصدر. بعد كده يا صديقي لو انت حابب ان انت تثبت روم اندرويد 7 ده برضو يرجع عليك انت على حسب استخداماتك. بعد كده يا صديقي هبدا ان انا اضغط على الاختيار ده بس بعد ما اختار الروم اللي انا عايزه، وبعد كده هيجي لك الرساله ديت هبدا ان انا اضغط عليها، هيبدا يا صديقي اللي هو يفتح لك الروم بنفس الشكل ده. هتبدا ان انت تضغط على زر التشغيل، وبعد كده هيجي لك الرساله ديت هتبدا ان انت تضغط على الاختيار ده، هيطلب منك بقيه الصلاحيات بتاعته، هتبدا ان انت تديها له بشكل كامل علشان يشتغل معاك بدون ما تواجه اي مشكله نهائيا على التليفون بتاعك. وبعد كده يا صديقي هيبدا اللي هو يثبت لك الروم زي ما انتم شايفين كده. هنا يا صديقي ممكن ياخد معاك وقت وده بيرجع على حسب امكانيات التليفون بتاعك. بعد ما ينتهي من عمليه التثبيت يا صديقي هيبدا اللي هو يفتح معاك بنفس الواجهه ديت. بعد كده هتبدا اللي انت تسحب من تحت لفوق، هتلاقي عندك هنا روت المستخدم الخارق، لازما اللي انت تسيبه متفعل. بعد ما تركب روت ماشز تقدر اللي انت تلغيه ما عندكش اي مشكله، علشان ده اللي هيساعدنا اللي احنا نثبت او نركب روت ماجس. اول حاجه هنبدا اللي احنا نعمله يا صديقي هنبدا اللي احنا نطلع من هنا وهنروح هنا على الاعدادات. لازم تعمل الاعدادات ديت يا صديقي علشان ما تواجهش اي مشكله. طيب لو انت هتستخدم الروم ده في الالعاب هتروح على اول اختيار ده يا صديقي، وبعد كده هتبدا اللي انت تفعل الاختيار ده، وبعد كده يا صديقي هيقول لك هنا انا عايز اعمل اعاده تشغيل، اقول له هنا لاحقا. وعندك هنا اهم اختيار، طالما انت عايز تركب روت ماجس لازم تروح على الاختيار الثاني ده، وبعد كده لازم تفعل اول اختيار ده يا صديقي، وبعد كده هتقول له هنا لاحقا. زي ما انتم شايفين ما عملش معانا اعاده تشغيل، هبدا ان انا ارجع خطوه للخلف، وبعد كده يا صديقي هروح على الاختيار ده، مهم جدا عايزك تاخد بالك منه اللي هو ده. اول حاجه كده يا صديقي لازم ان انت تغير معلومات الجهاز. ليه؟ علشان كده هو واخد معلومات جهازك انت. هبدا ان انا اضغط على اول اختيار ده كده يا صديقي، هيبدا اللي هو يفتح لي الاجهزه المتوفره اللي موجوده. انا هنا هختار جالاكسي اس 24 الترا، وبعد كده يا صديقي هتلاقي عندك هنا مواصفات التليفون او النسخه اتغيرت معاك لجالاكسي 24 الترا. بعد كده هنزل لتحت شويه واروح على الجي بي يو، وهنا هختار الاختيار اللي في الوسط. وهنا يا صديقي في تريكه صغيره عايزك تعملها لو انت هتستخدم النسخه ديت في الالعاب. هبدا ان انا اضغط على اسم المعالج وهبدا ان انا امسح الكلام ده واكتب هنا الثلاث تمانيات، وبعد كده هضغط هنا اوكي. هو ده بيوهم اللعبه اللي انت بتلعب بمعالج قوي، لكن الامكانيات الحقيقيه هي بتاعه التليفون بتاعك اللي انت شغال عليه. بعد كده يا صديقي هبدا ان انا اضغط على الاختيار ده، يطلب منك هنا اعاده تشغيل، لازما اللي انت تضغط على اعاده تشغيل هيبدا اللي هو يثبت لك الاعدادات اللي انت اخترتها بكل سهوله. وزي ما انتم شايفين هيبدا اللي هو يفتح معاك من اول وجديد، هيبدا يفتح معانا مره ثانيه بنفس الشكل ده يا صديقي. وعايزك بقى تكون مركز معايا في الخطوات اللي جايه بعد كده. هبدا ان انا اسحب من تحت لفوق، هتلاقي عندك هنا ما حصلش اي جديد لسه. هبدا ان انا اروح هنا على فايل ترانسفير، الاختيار ده هيبدا يفتح معاك بنفس الشكل ده، واختار الاختيار الاولاني. وهنا يا صديقي لو انت عايز تنسخ اي تطبيق او لعبه لها ملف او بي بي لازم تكون محملها من جوه الروم، ما تحملهاش من هنا. في المكان ده هتلاقي كل التطبيقات بتاعتك اللي انت مثبتها على التليفون بتاعك. طيب هي مش ظاهره معاك ليه كده يا استاذ محمد؟ لازم تحول لغه الهاتف باللغه الانجليزيه علشان البيانات بتاعتها تظهر معاك. على فكره هي موجوده، بس انا لو ضغطت على الاختيار ده هتلاقيه اتعلم اهو، واضغط هنا هيبدا اللي هو ينسخهولي داخل الروم، بس انا دلوقتي مانيش عارف انا بنسخ ايه او التطبيق اللي انا بنسخه ده بتاع ايه. طيب هنا دلوقتي عايزين نوصل لمدير الملفات الخاص بالجهاز بتاعنا علشان اللي احنا نثبت تطبيق روت ماجسك ونبدا اللي احنا نفعله من داخل الروم. هتبدا ان انت تضغط على الاختيار ده، هيبدا اللي هو يجيب لك الرساله ديت، هتضغط على الاختيار ده يا صديقي، هيطلب منك هنا الوصول الى كل الملفات، لازم تدي له جميع الصلاحيات. على فكره التطبيق امن جدا وما فيهوش اي مشكله. هبدا ابحث عن الايقونه الخاصه بالتطبيق او المحاكي، هضغط عليها وبعد كده هضغط على الاختيار ده افعله، وبعد كده هرجع خطوه للخلف، هرجع كمان هتلاقي مدير الملفات فتح معاك بنفس الشكل ده. طيب انا هسيب لك برضك رابط الادوات اللي انا بستخدمها ديت اللي هي ادوات الروت، هضغط عليها كده، وبعد كده يا صديقي هبدا ان انا انسخ النسخه اللي انا محتاجها، وبعد كده هبدا ان انا اضغط على الاختيار ده، هتبدا اللي هي تتثبت معاك بنفس الشكل ده. خلي بالك لازم تنتظر لغايه لما ينتهي من عمليه التثبيت. بعد ما ينتهي من عمليه التثبيت هبدا ان انا ارجع خطوه للخلف، وبعد كده هختار تطبيق روت اتشكر علشان برضك اعمل بتست، وبعد كده هضغط على الاختيار ده يا صديقي، هيبدا اللي هو يتثبت معاك بدون ما تواجه اي مشكله نهائيا على التليفون الاندرويد بتاعك. بعد كده هبدا ان انا ارجع خطوه للخلف، هرجع كمان لغايه لما اوصل للواجهه الرئيسيه. بعد كده هسحب من تحت لفوق، هتلاقي عندك هنا تطبيق ماجس وكمان تطبيق روت اتشكر، اتنسخ معاك بدون ما تواجه اي مشكله. اول خطوه كده يا صديقي عايز
عايزك تاخد بالك منها علشان لازما تاخد بالك من النقطه دي، مهم جدا. زي ما انتم شايفين عندنا هنا روت المستخدم الخارق. روت المستخدم الخارق ده احنا هنحتاجه في تفعيل روت ماجسك، وبعد كده هنبدا ان احنا نزيله او نمسحه. طيب هنمسحه ازاي؟ هعرفك بعد التفعيل. هبدا ان انا دلوقتي اروح على تطبيق روت ماجسك، هضغط عليه ضغطه وفتح معايا بنفس الواجهه ديت يا صديقي. هبدا ان انا اضغط على كلمه انستول، هيطلب منك الصلاحيه ديت، هتضغط على كلمه الاو. بعد كده يا صديقي هتبدا ان انت تختار الاختيار الاخير ده، وبعد كده هتضغط على كلمه ليتس جو، هيبدا اللي هو يثبت لك او يفلش لك او يفعل لك تطبيق روت داخل الروم. بعد كده يا صديقي هبدا ان انا اضغط على كلمه اعاده تشغيل علشان كل الاعدادات اللي احنا عملناها ديت تتثبت معانا وناخد منها الاداء الكويس بدون ما نواجه اي مشكله. زي ما انتم شايفين معايا كده اصدقائي بيبدا اللي هو يفتح من اول وجديد. بعد كده يا صديقي هبدا ان انا ارفع من تحت لفوق، هروح على تطبيق ماجس، وبعد كده هضغط هنا اوكي. وعندك هنا يا صديقي لو رحت على الصلاحيات هتلاقي لسه ما اخدناش اي صلاحيه، هنروح على السجل هتلاقي شغال معاك، هتروح على الاضافات تقدر اللي انت تضيف اي اضافه لروت ماجسك ويشتغل معاك بدون ما تواجه اي مشكله. لو رحت على الاعدادات يا صديقي لازما اللي انت تفعل الاختيار ده، مهم جدا الاختيار اللي هو ده، وبعد كده يا صديقي هتطلع من هنا وهتضغط على الاختيار ده، وبعد كده هتعمل اعاده تشغيل، هيبدا اللي هو يتطبق معاك الاختيار ده. بعد كده يا صديقي هطلع من هنا وهروح دلوقتي امسح تطبيق المستخدم الخارق او سوبر يوزر. هروح على الاعدادات، وبعد كده يا صديقي عايزك بقى تركز في النقطه ديت، هتعد من فوق كده علشان الكلام باللغه الصينيه، ادا 1 2 3 4 5 6، هتروح على الاختيار السادس، وبعد كده هتلغي تفعيل الاختيار ده، وبعد كده يا صديقي هتضغط هنا اعاده تشغيل علشان اللي هو يلغي لك تطبيق روت المستخدم الخارق. بعد كده يا صديقي هنرفع من تحت لفوق، مش هتلاقي التطبيق كان موجود معانا هنا، مش هتلاقيه موجود. بعد كده هنروح دلوقتي نعمل تيست ونشوف هل الروت شغال معانا دلوقتي ولا لا. هروح على تطبيق روت اتشكر، هيبدا اللي هو يفتح معاك، هتدي له كل الصلاحيات بتاعته زي ما انت شايف كده يا صديقي، وبعد كده هتبدا ان انت تضغط على الاختيار ده. عايزك بقى تنتظر هنا، هيبدا يجي لك الرساله ديت وديت دلوقتي بيقول لك ان الروت شغال. هبدا ان انا اضغط على الاختيار ده، وعايزك بقى تاخد بالك من النقطه ديت يا صديقي، لو اخد معاك وقت هنا ما تقلقش. زي ما انت شايف هنا بيقول لك الروم اللي انت استخدمته روم اندرويد 10، وطالما جاب لك التليفون باللون الاخضر وفي علامه صح يبقى انت كده بتستخدم روت داخل النسخه. طيب الروت ده اقدر ان انا استخدمه على التليفون من بره؟ لا يا صديقي، هو ملهوش اي اضرار على التليفون بتاعك ولا بيطلعه من الضمان، وتقدر ان انت تستخدمه على جميع التليفونات الاندرويد بدون ما تواجه اي مشكله. بس برضو كل حاجه ولها مميزات. يعني هتيجي دلوقتي تقول لي اقدر ان انا اخش على شبكات الواي فاي؟ لا يا صديقي، بص كده هو زيه زي اي تطبيق موجوده معاك على التليفون بتاعك تقدر ان انت تستخدمه. هو ده التطبيق ده، يعني لو مسحته كل الحاجه اللي هتبقى جواه اتمسحت. يعني التليفون بتاعك كده يا صديقي لو رحنا فحصناه وشفنا هل موجود عليه روت ولا لا، زي ما انتم شايفين كده هيقول لك ان التليفون بتاعك ما عليهوش روت. لو رحت هنا جوه هتلاقي ان الروت شغال معاك ما عندكش اي مشكله. طيب افصل الكلام ده ازاي؟ علشان برضك لو مسحته بنفس الشكل ده يا صديقي هيبدا اللي هو يشتغل معايا تاني، بيحصل على تليفونات. طيب في تليفونات تيجي تمسحه بنفس الشكل ده يبدا اللي هو يفتح معاك. طيب نمسحه ازاي؟ هبدا ان انا اشغله من اول وجديد كده يا صديقي، علشان ديت على فكره دي مشكله تقنيه ودي بتفترق من تليفون للتاني. هبدا ان انا اضغط على العلامه المائيه بنفس الشكل ده، وهبدا ان انا ابحث هنا على علامه القفل زي ما انتم شايفين كده، هضغط عليها هيجيب لك الاختيار ده، هضغط على الاختيار ده قفل معايا زي ما انتم شايفين كده اصدقائي بنفس الشكل ده. وبكده يا صديقي يبقى انتهينا من الشرح بتاعنا، واتمنى لو انت استفدت من الشرح ده ما تبخلش بقى علينا باللايك والكومنت الحلو بتاعك. سلام.